نجدد الترحيب بكم عبر قنوات. إذن مشاهدين متابعين في كل مكان، يستضيف النصر السعودي الأهلي في الجولة السابعة من بطولة دوري روشن لهذا الموسم في السي الرياضية في ليلة الكلاسيكو الكبير هنا في هذا المكان في الرياض، حيث أوى بالصدارة مع الاتحاد الذي خطفها بالأمس خلاله النادي الأهلي أن يتسمس، بينما يريد قلص الفارق أكثر دون النصر بالتأكيد أن يواصل انتصاراته وأن يوفى أكثر. يا للنجوم الذين يتلألؤون في أرض التي ننتظرها بأن تبدأ وننتظر نية الملعب، ويا للمباراة الساعات صافرة شوطها الأول، مباراة كبيرة جدا، أجواء جماهيرية لها منذ فترة بلا شك، واحدة من القمم التي تقدم نفسها بعد أن شاهدنا يتواجد الجمهور قبل هذه المباراة التي ينتظرون الكلاسيكو هناك في جدة بين الهلال والاتحاد، والمباراة التي انتهت بأهداف سبعة، قمة أخرى تأتي في دوري روشن بانتظار صافرة هذا الحكم فيرمينو مع دانييل. نتمنى لطاقم التحكيم التوفيق، وفيرمينو مع كريستيانو رونالدو حكم الساحة أندرسون بالتأكيد الإشارة والاختيار ما بين القائد هنا الرقم 10 في القميص بشكل رائع جدا الأخضر، والرقم 7 في القميص الأصفر. يوم كبير جدا، ليلة وطنية بامتياز، كروية الكلاسيكو، القمة، النجوم، القاهدين بأن في 94 كلاسيكو سابق يتعادلان النجوم، الألقاب، الذكريات، بأن نقول بأن هذا الكلاسيكو رقم 95 بين الفريقين. وأذكر السادة المشاهد القيمة السوقية، الميركاتو، اللاعبين، النتائج، التاريخ. يكفي يا كريستيان، 33 انتصار لكليهما يا كريستيانو، 30 انتصار لكليهما يا نوم. الآن أمام جماهيرهم، أمام النشيد، لن تكون وحدك أبدا، هكذا جمهور النادي الأهلي وأهلي. وفرانكي سيفو في المقدمة، رياض محرز سيكون إلى جانب فيرمينيو وإلى جانب كأكي، والاختبار الحقيقي بالنسبة له على اعتبار بأن هذه أول قمة كبرى هذا الموسم بعد فترة العودة مرة أخرى. صافرة حكم المباراة بالنسبة له في وضعية الجديدة بنجومه الذين يأتون، وأكثر المساهمين. رياض بيرسل كرة رأسية وعالية، محاولة لبداية الكلاسيك، صار هداف الدوري، وإلى جانب ساديو ماني، إلى كريستيانو، يا رب عنها ولا يأخذ إجازة منها. النصر الأهداف وظيفته التي لا يغيب، باب ولا يفتح، يكسر الباب ولا يفتح، 1-0 عن وكريستيانو بيلعب لكرة تعود من جديد، تلسكا يوح في مكان قصى اليسار، عادت بعد ذلك إلى تلس، بيرسل كرة إلى كريستيانو. دفاع الأهلي ماذا تفعلون؟ كريستيانو كاد أن يضرب بالثاني، الكلاسيكو باللون الأصفر، 8 دقائق عادت إلى تلسكا، تلسكا وقام، صواب، مستحيلة، تعود من جديد الكرة العرضية، عرضية تأتي رأسية في مكان سهل، الكرة الأخرى كانت باتجاه رياض محرز. يا رياض يا رياض، يحتاجونك اليوم. مشكلة النادي الأهلي في الفترة، النادي الأهلي يريد أن يعود، كرة عرضية رأسية تأتي، ولكن الكرة أيضا بتتخلى، جاء إلى سلطان الغنام بيلعب لكرة إلى تاليسكا في التمرير فريق النادي الأهلي، ويصل تافيو في خطأ، في خطأ النصر أفضل، ماسك الملعب، يتواجد في منطقة، حاول بيرسل كرة إلى الخلف، الله على التحضين، تصويب، ورأسية منتظرة، عرضية، رأسية، متابعة، يا الله، بناء على عودتهم، يا تاليسكا، هدف في الرائد، إنه تاليسكا، هكذا يعلن الغائب يسجل، إنه يرتقي عالياً، انظر إلى رأسه، رأس في الأهلي، آخر
من سجل في الكلاسيكو لا يغيب عن قمة الرياض. دينيس لاكوران، الثنائيات التي كانت، الحسم الذي كان، الحضور بالتأكيد. الآن يا تلسكا، ماذا يا تلسكا، ماذا بينك وبين الأهلي؟ كرة بتصل إلى جابريا في الفين، لكن شوف الوجه الآن، شوف الوجه الآن، الاختصاص سلطان، النصر سلطان، النصر سلطان، ولكن ديم كان في المباريات الكبيرة وكأن لسان حال الأهلاوي يردد أغلى كبير. شوف اللونج بول والله تلسكا في الآن يعطيك إضافة ثنائية في الجهة اليمنى مع السلطان الكبير. أما تعالى تلسكا اليوم مسجل هدف يعطيك لمحة اختفي فيك، الكرة تصل عدى تلاعب وانتو لا تكتمل. دفاع النصر ينجح في التغطية والكرة تصل أقصى اليسار الدوري ولكن نفتقده اليوم، لكن تعود إلى رياض. يا السلام على السحبة يا رياض يا رياض بأصعب. الآن المرور والاختراق، فرانكيسيان يتقدم، فرانكيسيان لاعب وسط لا حدود لواجب الله، كيسيان عملة الأهلي الصعب، ولكن نفتقده اليوم أيضا في الشوط الأول، نفتقده اليوم أيضا في الشوط الأول، لاعب وسط يلعب أدوار. شاهدوا اللقطة الماضية، الهدف الذي يصبح فيه رأس حربة ويسجل. يا للتمريرة من المرة الأخرى وأحيانا الكبرى. مشاهدين متابعين في كل مكان، ساديو، ساديو يتقدم، ساديو حدى، ساديو تلاعب، لكن هنا وهناك كرت أصفر في هذا التوقيت. هناك خطأ، هناك خطأ، والخطأ يحتسب من فريق النصر لمصلحة فريق النصر في انطلاقة من ساديو مانيه، ولكن مراقب متابع في حدى ينطلق لو تلاعب. الله مستحيل يا رب على الكرة، كاد أن يظهر الرجل الأخضر ينطلق الذي عوض فيه زيلينسكي. تأكيد أصبح كرة ثابتة من رياض محرز، لكن وصلت سهلة ويفقد توازن. الكرة تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى، لم يكن الاستلام بالشكل المطلوب. من بيرسل كرة إدوعة قدم يحاول لو عدى رياض. الكرة تصل في مكان إلى بروزو، ساديو يحاول لكن الكرة أيضا تتخلص. صافرة وخطأ يحتج علي مجرشي هنا، ولكن الكرة تتخلص. مندي يتصدى لكرة ديم الدون، شاهد ونتابع يتقدم. الله المتابعة، عدى عرض باليمين ليست كاليسار، بالقدم اليسرى رأسية دربكة تصويب. الله إلى حق الكرة العرضية في مكان إلى جافيو أوتافيو. الله ساديو ماني طالت كرة إلى سان ماكسيمم، سان ماكسيمم لو عدى يا سلام يا تيم. بعد ذلك يا فيجا يا جامي، من أين ظهرت؟ من أين وقفت أمام الرجل الأخضر ماكسيمم؟ كادانيوس ممكن العرضية، ممكن المتابعة، مستحيلة. الحكم قريب، الآن إخراج الكل هناك إلى بروزو. مجرشي يتقدم، هنا دخول من ساديو ماني. الآن بروزو، الله الله لو عدت، لازم تعدي، لازم تعدي يا رب. شاهد السلاح الثقيل، شاهد العارضة التي كسرت، شاهد الشباك التي، شاهد تلسكا، شاهد الهدف، شاهد النصر، شاهد شيئا جميلا اليوم. مستحيل هدف الليلة إن لم تشاهد موسيقى، شاهد العالم كيف يحتفل. العرضية ممكن، العرضية، العرضية ممكن، سان ماكسيمان وقف، وقف. لا نريد لهذه المتعة أن تتوقف، ولكن نريد أيضا أن نلتقط الأنفاس. أن الأبا رياض يتقدم، بيرسل كرة عرضية رأسي محرز، عرضية الكرة تتهيأ والسقوط. هنا تلسكا مجانية لم يكن لها داع، نجح فيها بالقدم حكم المباراة والصافرة. الآن رياض، رياض يتقدم ويعود بالنادي الأهلي لتصبح نعم. رياض
يقلص قمة الرياضة، لكن ساديو لو عدى، ساديو لو عدى، ساديو عدى، ساديو تلاعب، عدت من الخيبري. الله الله، مستحيل يا ماني، سلا يحافظ، ولكن تأخرت يا ساديو، تأخرت يا ماني. كان كريستيانو يضرب، الله يتحرك وراء كل شباك تهدر، وراء كل مرمز، وراء كل مدرج يقفز، وراء كل صرخة، وراء كل فرحة، كل هدف، وراء كل حدث وكل تشجيع. كريستيانو العاب، كريستيانو يتقدم، كريستيانو يحاول، لكن طالع، لكن النصر يقف سما عرضية. أوهو، بيرسل كرة إلى تاليسكا، يا سلام، عرضية، يا سلام، لكانت أجمل لوحات اليوم الوطني، لكانت أجمل، لنافست، لكن النصر يقف. يا ساديو، يا ساديو، لو اكتملت هذه المرتدة. النصر بالأمس احتفال، سيقضي على كل شيء، والآن في تمريرة، ولكن الكرة المقطوعة، سنشاهد من البدء. الآن يا فيرمينيو، يا فيرمينيو، في ليفربول بعض الهدايا لدين الذي شارك، والكرة لدين رياض محرز، سجلت من علامات الجزاء، اصنع الآن، اصنع حولة، وانتوم، وصلاة، تمريرة في راس، في راس، حيلة يا الحقيقي، يا له من تصدي، سلامات، سلامات، ماذا أهدرت يا فراس؟ لاعبي فريق النادي الأهلي، والكرة بتتحول في مكان، يا محرز، يا محرز، بيرسل كرة عرضية، رأسية، الرأسية تأتي وتبعد. الذي تريد في المكان الذي تعرف قدمك اليسرى طريقها، لكن في نوار يعيد حسابات الدوري ويعود لها. تاليسكا يفقد توازنه من أجل أن يستعيد. الكرة راحت عالية، ولكن وصلت إلى حارس رونالدو بالرابع. ماذا عن هذا؟ هل تعيدهم؟ الله الله، من الاستناء أمامهم، لن يفوت الفرصة معهم، لم هدف من الاستلام، هدف في راس البريك.